ونتحول مرة أخرى مشاهدي الكرام إلى شأن اللبناني وما قاله البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بأن تشكيل الحكومة اللبنانية معطل والاقتصاد منهار وأن الحل يكون بتشكيل حكومة إنقاذ من نخب لبنانية. قال الراعي خلال عظة الأحد إن الباب المؤدي إلى طريق الحل لكل هذه الأمور هو تشكيل حكومة إنقاذ من شخصيات نجحت وتفوقت في لبنان والعالم وتتطوق إلى خدمة الوطن بكل تجرد وتحمل مسؤولية الإنقاذ وترشيد الحوكمة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من بيروت محمد يحيى مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط. سيد محمد، بعد التحية، ردود الأفعال تجاه ما قاله البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ما هي؟ مساء الخير يا فندم. هو بالفعل البطريرك الماروني الكاردينال مات بشارة بطرس الراعي يقود مجموعة من المساعي في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة في ظل خلاف قوي بين الاطراف المعنيه بعمليه التاليف الحكومي. نحن نتحدث عن حاله من الجفاء او حاله من يعني الخلاف المستعر بين الرئيس اللبناني ميشيل عون وفريقه السياسي ممثلا في التيار الوطني الحر من جهه، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهه اخرى. هناك خلاف حول طبيعه وشكل الحكومه وحجمها، المقصود بالحجم بطبيعه الحال عدد الوزراء. ايضا هناك خلاف حول بعض الحقائب وتحديدا حقيبتي الداخليه والعدل. البطريرك الماروني منذ اسابيع وهو يحاول تقريب وجهات النظر بين الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف الحريري، وبالفعل كان قد التقى بالرئيس عون والتقى ايضا في لقاء منفصل بالرئيس عون وفي لقاء منفصل اخر بالرئيس الحريري، قرب مجموعه من المساعي، ولكن حتى الان يبدو ان ملف الحكومه اللبنانيه يشوبه التعقيد وتسوده حاله من الجمود والشلل. اليوم في عظه صدارة الاحد البطريرك الماروني جدد الحديث حول ان الازمات التي يتعرض لها لبنان لا سيما على المستوى الاقتصادي والمعيشي تتطلب الاسراع في تشكيل حكومه انقاذ. دعا الى عقد مصالحه شخصيه بين الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لانجاز تاليف الحكومه. اكد ان تاليف الحكومه معطل وان الاقتصاد في حاله من الشلل في كافه القطاعات مثل العاصمه بيروت مهدم وسكانها منكوبون واهالي الضحايا يتعرضون للاهمال وان نصف الشعب اللبناني في حاله فقر. هذا الامر تحديدا كان قد اشار اليه البنك الدولي. الطريق لحل جميع هذه الازمات وفق ما يقول البطريرك الماروني يكون بتشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من شخصيات ناجحة تسعى إلى خدمة لبنان بتجرد. هذا الطرح كان قد سبقه أيضا حديث البطريرك الماروني في أكثر من مناسبة بضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين، مقصود بالاختصاصيين بطبيعة الحال. إذا أستاذ محمد، هذه هي بالفعل ليست المرة الأولى التي يدعو فيها إلى ضرورة تشكيل حكومة وأن الاقتصاد اللبناني ينهار وكل هذه الأمور، لكن مع مرور الفترة الزمنية ألا توجد بارقة أمل بالفعل من الممكن من خلالها أن يتم تشكيل حكومة في القريب العاجل، خاصة أننا نتحدث عن مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة وليست بالقليلة قبل انفجار مرفأ بيروت وهي موجودة، ازدادت بعد الانفجار، أيضا الآن نتحدث عن إغلاقات بسبب كورونا. إذا الوضع في تدهور دائما. صحيح. ألا توجد بارقة أمل نتيجة لكل هذه المشكلات التي تعاني منها لبنان؟ هو بالفعل يعني هناك مجموعة من المساعي إلى جانب المساعي التي يقودها البطريرك الماروني الراعي في سبيل تشكيل الحكومة. هناك أيضا بعض القوى السياسية التي يعني دخلت على خط الأزمة في محاولة لتقريب وجهات النظر، في محاولة لأن يجلس الرئيس عون والرئيس الحريري رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ليتفق على تشكيل الحكومه. حتى الآن لا يبدو أن المساعي كتب لها النجاح، ولكن هذا الأمر لا يعني أن تتوقف عملية تشكيل الحكومه، قرار تشكيل الحكومه لا يجب أن يتوقف. لبنان منذ 10 أغسطس الماضي وهو في حكومة تصريف أعمال بما يعني حالة من الفراغ الحكومي تقريبا، الظروف التي يعاني منها لبنان تستدعي تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وهذا الأمر الذي نادت به الدول الصديقة والحريصة على مصالح لبنان. رأينا المناشدات والدعوات التي قال بها الرئيس عبد الفتاح السيسي
ومن بينها الدعوه حينما التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقوى السياسيه اللبنانيه ان تسرع في تشكيل الحكومه، ان تتجاوز خلافاتها وتنحيها جانبا. ايضا كانت هناك مبادره من فرنسا من اجل دعم لبنان شريط ان يقوم اللبنانيون بتشكيل حكومه والبدء في مسيره الاصلاح الاقتصادي من خلال صندوق النقد الدولي. زي ما حضرتك تفضلتي، بالفعل الازمه الاقتصاديه التي يعاني منها لبنان ازمه مستحكمه، ازمه قويه للغايه، تتطلب كافه الجهود من قبل جميع القوى السياسيه، جميع التيارات والاحزاب السياسيه من اجل تجاوز هذه الازمه، لا سيما وان تداعيات هذه الازمه اصبحت قويه للغايه على الاقتصاد والواقع المعيشي في البلد. نعم، بعيدا عن الموضوع السياسي، دعنا نتحدث أيضا طالما أن حضرتك أيضا تحدثنا من بيروت الآن عن الوضع على أرض الواقع وفيروس كورونا والمستجدات الخاصة بهذا الفيروس ومحاربته في لبنان، كيف هي الأوضاع الآن؟ هو طبعا لبنان دخل في حالة من الإغلاق العام الشامل منذ يوم الخميس الماضي من أجل تفشي وباء كورونا. كانت هناك سبق هذا الإغلاق الشامل الذي دخل حيز التنفيذ من يوم الخميس حالة من الإغلاق العام، ولكن اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، اكتظاظ وحدات العناية المركزة ووحدات الطوارئ بالمستشفيات بالمصابين بفيروس كورونا الذين تتطلب حالات عناية طبية فائقة، أدى إلى اتخاذ قرار بالإغلاق الشامل، حتى أن المتاجر، متاجر بيع المواد الغذائية قد أغلقت، اقتصر تقديم الخدمات أو بيع المواد الغذائية على خدمات التوصيل للمنازل من أجل إيقاف حركة السير، من أجل إيقاف حالة الاختلاط. بالفعل هناك أزمة في وباء كورونا، يعني الأعداد الإصابات اليومية تخطت 6000، نحن نتحدث عن حصيلة مساء أمس، ولهذا الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية تفكر بشكل جدي بتمديد حالة الإغلاق الشامل حينما تنتهي في 25 نعم، لكن نتيجة لهذا الإغلاق وبالفعل شهدنا يعني الشوارع في لبنان خاوية من المواطنين والمارة، نتيجة لهذا الإغلاق يستطيع المواطن أن يتلقى ما يريد وهو موجود في منزله يعني، أو يحصل على مستلزماته الحياتية وهو موجود في منزله؟ صحيح، هو بالفعل يعني على الاقل في محافظه بيروت وجبل لبنان الامكانيات اللوجستيه من اجل توصيل الطلبات الى المنازل سواء من قبل الصيدليات، من قبل المتاجر بيع المواد الغذائيه، ولكن ايضا الحكومه راعت هذا الامر، المحلات الصغيره لبيع المواد الغذائيه محاكيها بالعمل بطبيعه الحال حتى الساعه الرابعه عصرا، قلصت مساله او احكمت السيطره على مساله خروج ودخول المواطنين عن طريق تطبيق الكتروني يمكن من خلال اعطاء تصريح او اذن للتنقل من اجل التوجه الى مستشفى، التوجه الى صيدليه، التوجه الى متجر لشراء الاغراض الاساسيه، محدد المده، محدد المكان وتوقيت محدد، من اجل التسهيل على المواطنين اللبنانيين من لشراء احتياجاتهم الضروريه بما يعينهم بطبيعه الحال على قضاء فتره الاغلاق الشامل. كانت هناك تواصلت بالامس مع مصادر بجهاز قوى الامن الداخلي الشرطه اللبنانيه، كانت التقديرات في معظم المناطق اللبنانيه ان هناك التزاما يفوق 90% بحاله الاغلاق الشامل، ولكن الانعكاسات لهذا الامر لم تظهر الان بانعكاس ايجابي بطبيعه الحال، المقصود به انخفاض اعداد الاصابات. هذا الامر يتطلب قدرا من الوقت لان فتره الحفلات، فتره الاحتفالات السنه واعياد الميلاد المجيده التي شهدت اختلاطا كبيرا 24 ديسمبر او راس السنه في اول يناير ادت الى ارتفاع كبير في اعداد الاصابات واكتظاظ في حاله المستشفيات. لكن بشكل عام ايضا استاذ محمد، وربما يكون هذا هو السؤال الاخير، يعني بشكل عام كان يقال ان هناك نسبه ليست بالقليله من المواطنين اللبنانيين الذين كانوا يرون ان هذه الخطوه لابد ان تنفذ بالفعل على ارض الواقع، يعني لا يوجد ضيق نتيجه لتنفيذ هذه الخطوه لان هذه الخطوه اصبحت بمثابه الضروره في الوقت الحالي. صحيح، هو بالفعل ادرك يعني قسم كبير من الشعب اللبناني ان الامور بلغت مرحله الخطر، نحن نتحدث عن يعني مرضى اضطروا الى ان يعني يتجولوا لمده ساعات من اجل ايجاد
يعني مكان في مستشفى لتلقي العلاج اللازم لوباء كورونا، ومن ثم أدرك اللبنانيون أن الأمر في منتهى الخطورة، وهذا الأمر الذي انعكس إيجابا على نسبة الالتزام المجتمعي بحلقة الإغلاق العام الشامل التي دخلت قيد التنفيذ. أيضا كانت راعت الحكومة هذا الأمر، يعني أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قرارا بإعطاء مساهمات مالية لدعم العائلات الأكثر فقرا. نحن نتحدث عن مبلغ حوالي 400 ألف ليرة لربع مليون عائلة من الأكثر احتياجا الأكثر فقرا من أجل دعمها على يعني البقاء في المنازل. نحن نتحدث عن يعني مثلا الذين يعملون يوما بيوم أو في وظائف يعني تستدعي أن يتم دعمهم من أجل أن يجدوا قوت يومهم. ومن ثم وجدنا هذا الالتزام الكبير في مختلف المناطق اللبنانيه. وبالتالي ايضا كانت هناك ايضا لبنان تعاقد مع شركه فايزر من اجل توريد اللقاح المضاد للفيروس، وهذا اللقاح سوف يصل ابتداء من نصف فبراير المقبل، ستصل حوالي 2 مليون جرعه تكفي مليون شخص من اصل قرابه 6 ملايين شخص يقطنون الاراضي اللبنانيه. نحن نتحدث الى جانب اللبنانيين بطبيعه الحال عن لاجئين سوريين، عن لاجئين فلسطينيين، ومن ثم هذا الامر يتطلب بطبيعه الحال يعني درجات او درجه عنايه كبيره وتوفير اللقاح لكل من يقطنون الاراضي اللبنانيه. نعم. على كافة الأحوال من بيروت محمد يحيى مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جزيل الشكر له على كل المعلومات التي يعني أعطاها إلينا، جزيل الشكر له.